القوت وغذاء المصريين في صلب اهتمامات القيادات السياسية ويتصدر سلم الأولويات في الجمهورية الجديدة. منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية اطلعت أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ مشروعات كبرى وشراكات ناجحة، وذلك خلال الأعوام التسعة الماضية بهدف تحقيق الأمن الغذائي رغم التداعيات الدولية مثل تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالمياً. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، نجحت مصر في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، كما لم تشهد البلاد أي أزمة في توفير السلع الأساسية رغم مشاكل كبرى في هذا الصدد ضربت العديد من الدول حول العالم. تحقيق الأمن الغذائي كان ولا يزال أولوية قصوى في ظل تغيرات هائلة تشهدها العديد من الدول المصدرة للسلع في ظل جائحة كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية. وإدراكاً لذلك عملت مصر على تنويع مصادر محصول القمح. المخزون الاستراتيجي من القمح تعزز من خلال زيادة الحوافز المقدمة للمزارعين عبر رفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للأردب، فضلاً عن توفير 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، مع سرعة صرف مستحقات المزارعين ودعمهم في تربية المواشي. وفيما يتعلق بالسلع الأساسية وتحديداً السكر، عملت مصر على إجراء نقلة نوعية تمثلت في القفز بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 91% وتخفيض الاستيراد. وفيما يتعلق باللحوم والدواجن، عملت أجهزة الدولة على تكوين احتياطي استراتيجي، حيث تحقق مصر اكتفاء ذاتيا في الدواجن الحية يضاف إلى كميات من الدواجن المجمدة التي تستوردها البلاد عند الحاجة، كما عملت على تنويع مصادر استيراد اللحوم. تنوع المشروعات المحققة للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي تضمن طرح أكبر مشروع قومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام. فارتفع إجمالي الساعات التخزينية من 1.2 مليون طن في عام 2014 بشون ترابية إلى 3.4 مليون طن حالياً في صوامع عصرية بلغت تكلفتها 7.7 مليار جنيه. وأطلقت مصر مشروع تأسيس أول بورصة سلعية لخفض الأسعار وتوفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، فوضعت الدولة خطة استراتيجية لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية، فبلغ إجمالي عدد المشروعات التجارية الجاري تنفيذها 21 مشروعاً في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدى 60 مليار جنيه، وذلك على مدار السنوات 5 الماضية. وبهدف توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول لتحقيق الاستقرار في الأسعار، بدأت مصر في تنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسواق الجملة على مستوى الجمهورية بمواصفات واشتراطات عالمية بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة، بما يشمل تطوير وإنشاء 28 سوق جملة ونصف جملة منظمة، وذلك من الجيل الثالث.